السلام عليكم. لقد زدت بالأيام والناس خبرة، وجربت حتى هذبتني التجارب، والسعيد من اتعظ بغيره. صعب جدا يكون قدامنا تكرار لنفس الأخطاء، على الرغم من أننا نقدر نتجنبها، وأن الوسيلة الوحيدة لهذا هو أننا نشبه آخرين في تجاربهم. هو ده الحكمة من حكايات طبيبتي. السلسلة دي دورها أنها تحكي لك عن حالات وتجارب خضناها، تعلمي منها في النجاح وتعلمي منها في الفشل، علشان نقدر نوصل بيها لأعظم تجربة بعد كده مع تراكم لكل هذه الخبرات. تعالي نحكي النهاردة حكاية بطلتنا اللي هتفرق معاكي في حياتك وفي تجربتك، سواء كنتي معانا أو مع أي حد من زملائنا الأعزاء الأطباء اللي بنحترمهم ونقدرهم جدا. حين الفجر طبعا أنا نايمة تماما، مش قادرة أتكلم خالص، وده اللي احنا متعودين عليه إننا نصحى من النوم على تليفونات جميلة زي دي. رابشر يعني كيس المية مفتوح. بليجو يعني المية بدأت تقل حوالين البيبي، وما زالت المية بتتدفق من حوالين البيبي. عنق الرحم مقفول تماما. الدنيا فوق في السماء، يعني راس البيبي مش نازلة في منطقة الحوض زي ما وصفنا قبل كده. ما حصلش اي انجيجمنت اصلا، ما حصلش اصلا اي نوع من انواع نزول الراس في الحوض. اول مكان وعليكم السلام. هو المخ شغال؟ حلو. في علامه ولا حاجه؟ لا. مش اي علامات نزلت ولا اي حاجه؟ لا خالص، لا زي المغص البيت معايا كده من الصبح. امبارح كنت شربت اول كوبايه، حصل زي برضو وجع في بطني من قدام، بس كان تحت السرة ظهري. قعد كده شوية ومش كتير وراح، ما كررش تاني. صحيت الصبح شربت برضو كوباية، حصل نفس النظام. شربت ألفا وكلت بلح، فحاسة ان الوجع مستمر، ولما الجو كده يبقى كويس هنزل اتمشى شوية. ماشي يا دكتور. هنا اللقطة بتاعت أنا إمتى هحضر نفسي، أنا فاهم أنا هعمل إيه وهاخد الخطوة الجاية إزاي، وبناء على إيه هتحرك للمستشفى، درجة إن أنا نفسي بسألها ومعتمد عليها في قرار المستشفى. ده معناه إن إحنا أهلناها إنها تقدر تاخد القرار، أهلناها إنها تقدر تجاوب على السؤال، هل الألم ده موجود بالشكل الفلاني ولا لأ، وبناء عليها تعرف تحدد هي وجهتها رايحة ناحية إيه. المكالمة التانية اللي بقى بدأنا فيها، خلاص شايفين الصوت نفسه، نبرة الصوت نفسها. طبعا لو النبرة يعني موجودة في شكلها الطبيعي هتحسوا قد ايه النبرة نفسها مختلفة، فيها تعب وفيها بدأ يبقى فيها احساس بالارهاق شوية كده. فبدأنا نحس ان احنا ايوه احنا فعلا بدأنا في احاسيس الولادة الحقيقية، مش احاسيس الولادة اللي لسه بنسميها الكاذبة او الدلع او الحاجات اللي موجودة في البداية. في الأوضة في اي وجه؟ بيجي كل دقيقتين كده. الله، كان كويس جدا. هي لسه فحصاني، قالت لي فتحت 2 سنتي. حلو، جميل جميل جميل. ممكن قافل خالص يعني. حبيبتي حركي كده. اول ما خدت اصلا البرشامة والحقنة اشتغل على طول. نفس نفس بالراحة خالص، بالراحة خالص. على مهلك بالراحه خالص. ماشي، برافو. مش هي لسه قايسه نبض الجنين؟ قالت لي كويس، عشان وقت الطلق ووقت العيد. جميل جميل، رائع رائع، ان شاء الله كله خير. انا بقولك ان شاء الله بقى شويه كده تكون الدنيا فتحت اكتر، بحيث اننا ناخد بقى الباتن دي بقى مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بحيث اننا ناخد السكند مع بعض. السكند دي مقصود بها السكند ستيج اوف ليبر، عشان هي لسه ما خلصتش الفيرست ستيج، او لسه ما خلصتش المرحله الاولى من الولاده. وده يعرفنا اننا لما العين بيبقى فاهم بيبقى حاجه تانية خالص، حتى غيرها مثلا الحالات اللي ما بتكونش محضره، وده اللي شفناه في تجاربنا اللي فاتت. بيتقال لنا كده يا دكتور انا تعبانه، تعالي الحقيني،
على اعتبار ان وجود الطبيب في هذه المرحله هيفيد بشيء، وجود الطبيب في هذه المرحله لن يفيد بشيء طالما في متابعه طبيه بشكل كامل، وخصوصا ان ده بيكون وسيله للاسف الحالات يتحكم عليها بالقيصريه لان الدكتور حاضر بقى. فاحيانا احنا قلنا بقى مش اتفقنا ان احنا دايما افكارنا بتكون موجوده عن المخاطر مرحله الارهاق. الدنيا عامله ايه؟ كل ايه كل دقيقه كده. هنا بدأنا بقى خلاص، بدأ يبقى فيه الوجع، بدأ عنق الرحم يفتح، بدأنا نمشي في تسلسل أحداث، بدأت تحس بالإرهاق من بدري يمكن على 4 أو 5 سنتي، في حين إن كتير من الحالات ما بيحسوش بالإرهاق عند المرحلة دي. الإرهاق إحنا معتادين إنه بيبدأ من عند 6 سنتي تقريبا، لكن وجوده عند 4 سنتي ده معناه إن هي أصلا كانت بدأ الولادة من بداية متأخرة، وده الفكرة بتاعت إن كان عنق الرحم نفسه مقفول. وبالتالي قررنا في الحالة دي اننا ندي الابيديورال وساعدنا نقلل الالم مش كده وبس، وساعدنا كمان اننا نتقدم في فتح عنق الرحم، وبالتالي بدانا نشوف البيبي يتقدم، بيبي ينزل. طب وماله ما نكمل، ايه اللي يخلينا نجري بقى ساعتها على القيصريه؟ في امكانيه اننا نروح لناحيه تانية؟ طب ما نجريش على القيصري. وده اللي حصل، بدانا نكمل في المشوار والحمد لله رب العالمين. دخلنا في تسارع كمان في فتح عنق الرحم. تجربه زين كانت تجربه غريبه لدرجه المستشفى نفسها بعد ما عرفت ان الحاله دي ولد الطبيعي كان بالنسبة لهم شيء صادم. الحالة كل تشخيصها الأول بيقول إنها رايحة ناحية القيصرية جري بدون نقاش، وربنا أراد ولد الطبيعي. الأدوات اللي تخلينا نقدر نوصل لده بشكل أسهل من قبل كده، إيه الأدوات اللي تخلينا نعرف نعمل كده لو احتاجناه؟ لازم نأكد على نقطة إننا مفيش حد فينا ضامن، مفيش حد فينا مؤكد على إنها في أي لحظة على فكرة كان ممكن ندخل بيها ولادة قيصرية، وده اللي حصل بالفعل، لأن للحظة لقيت المية بدأت إنها تخضر، ولقيت إن أنا بدأت أفقد من نبض البيبي، بدأ نبض البيبي يقل، فساعتها جرينا وكنا يعني بنجري في كل أنحاء المستشفى من أجل إننا ندخل ولادة قيصرية سريعة جدا كمان. الإجراءات دي إجراءات مرهقة ومتعبة لأي طبيب، فمش سهل إن هو ياخد القرار لوحده علشان ده مش الوقت اللي المطلوب منه إنه يشرح فيه الحالة دي أخبارها إيه ونوصل لإيه وتطوراتنا عاملة إزاي وإمكانية إيه اللي ممكن متاح ليكي وإيه اللي مش متاح. ده مش وقت الشرح ومش وقت القرارات، مش هتقدر إنها تفكر ولا هتقدر إنها تدخل المعلومة بعد كده ترجع تطلعها تاني بعد كده ترجع تبني عليها، يعني مستحيل يا جماعة. ده الواحد لما بيكون عنده شوية مغص بس مبقاش قادر ياخد قرار، بيقول يا جماعة اعملوا اللي انتوا عايزينه. فتخيلوا لما الإنسان يكون في هذا المسار ومطلوب منه انه يقرر قرارات مصيرية مش تخصه هو لوحده، تخصه هو وتخص جنين أو طفل ليس له يد في أي شيء. أتمنى أن يعني القصة دي بروعتها وجمالها دايما الختام يكون كده بالنسبة لكم، مش شرط ولادة طبيعي ولا قيصري، لكن الختام بفكرة أن أنت بيختم لك بولادة أنت مبسوطة بيها، أنت مؤمنة بأن اللي بيحصل لك كله ماشي بتدريب صحيح وبترتيب صحيح، وأنت عندك المعلومة الصح اللي باني عليها كل خطوة. اختم دايما حكايات طبيبتي بأننا في الواقع بنخشى تصديق قد إيه إحنا قادرين على تحقيق المستحيل في الحياة. انت قادرة انك تحققي مستحيلات او امور انت كنت شايفاها مش ممكن تحصل اصلا، لكن انت قادرة انك تكوني جزء من تحقيقها والجزء الاهم والمؤثر كمان. انت بطلة عديتي 9 شهور كانوا من اصعب 9 شهور ممكن يعدوا في حياتك، ارجوكي كملي، انت قادرة انك تكملي وقادرة انك تاخدي القرار. لو وصلتي لحد هنا ولسه عندك اسئلة واستفسارات ويعني ايه دورة ولادة مطمئنة وايه قصتها وكل الكلام اللي هم قالوا عنه ده، فهتلاقي في التعليقات الاجابة، وهتلاقينا موجودين ايضا الاستشارات اونلاين، وباذن الله يكون في لايف قريب جدا هنحاول نجاوب فيها على اسئلتك اللي بنحاول اننا نقرأها كلها من اللي موجودة في التعليقات. اتمنى اننا نشوفكم على خير، وكل الدعوات زي ما تعودنا مننا كطبيبتي ليكي بالصحة والسعادة والسلامة والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا اللي في الصورة اهو، احنا خلصنا الولادة، معرفش تيجي معايا؟ تيجي معايا؟ هتبقى ولا هتبقى ايوه، بس هي الحتة دي كده. انت بتقولي ما كنتش عارف ان الولادة الطبيعية ايه؟ سهلة كده وسريعة ومتخيفة بصراحة، بس واثقة في حضرتك قوي. الحمد لله على السريع. يا رب يجازيك خير يا رب يا دكتور. تقولوا ايه في خلال التجربة دي للي داخل الولادة، وخصوصا مامة زين، لأن مامة زين هي اللي خدت الكورس وكانت فاهمة كل خطوة، وإحنا تعرضنا لخطوة يعني تجربة مختلفة عن المعتاد اللي إحنا بنشوف. بابا زين شاف، بس بابا زين يمكن ما ذاكرش قوي زي ما مامة زين ذاكرت. أنا كنت بحكي له على إنك تذاكر.
لا بجد انا قلت حتى حطيت في عمليات اول ما خلصتي انا ما كنتش فاكره ان الولاده طبيعي سهله كده يعني. بجد والله انا كنت فاكره اصعب من كده بس الحمد لله عدت على خير قوي يعني. كانت اسرع واسهل ما انا متخيله جدا. انا متاكده على فكره هي على فكره من الدراسه رايك يعني دحيحه طبعا احب افهم كل حاجه يا جماعه صح. لا بس الحمد لله بجد كويسه جدا يعني. طب فاكره كنا داخلين بيقولوا لنا احنا ايه؟ استحاله انت قيصري استحاله ده قافل خالص بس الحمد لله يعني. وتقال لك الكلام ده وانت داخله من الدكتور اللي كان هناك قالت الكلام ده قدام انا يعني قلت لي كده خلاص مش يعني قيصري ده قافل خالص مفيش والميه كلها قاعده تنزل فقالت لا قيصري مش عارف ايه بس الحمد لله الحمد لله ربنا اراد طبيعي وطبيعي الحمد لله الحمد لله وان انتوا على فكره والله لو ما كنتوش عارفين المعلومه ومش متعاونين انا ما كنتش عارف اعمل حاجه يعني فكره ان انا بقول طب ما نحاول لكذا في غيري هيقول لي لا يا دكتوره ده الدكتوره الثانيه بتقول كذا ده البيبي هيحصل له كذا مش ده اللي بيحصل أيوه. مش الناس بتقول نفس الكلمه دي فلا انما انت فاهمه فعارفه انا بقول ايه فلا طب ما نحاول ايوه هي كانت خايفه ان الميه قليله والرحم قافل خالص ومفيش اصلا ما فتحش خالص فقالت لي لا عشان لا فهمني بجد وفهمني حاجات كتير يعني انا فاهمه كل ما حد يسالني حاجه اقول له لا ده كده مش كده حتى ماما والناس وحماتي بتاع اقول لهم لا ده كده مش كده يقول لي طيب انت ادرى اللي هو انا مذاكره يا جدعان انا مذاكره كتير جدا يا جماعه الحمد لله. طب وتجربه الابيديورال؟ لا هي ممتازه بصراحه لاني انا كنت حضرتك لما جيت انا كنت بخلص عشان كنا احنا بادئين احنا بادئين من حيث الناس ينتهوا ايوه بلا شيء اصلا ايوه لا كنت بجد كنت خلاص تعبانه بس هو فرق معايا جدا وفي نص ساعه واقل احنا دخلنا خلاص كان اربعه وبقى 10 ما شاء الله ودخلنا الحمد لله الله بس الحمد وقفنا على شعر راسنا شفتي لما قالوا النبض قليل ايوه لما قلت له بنقرا في الجهاز قال لنا النبض قليل عملنا ايه حصل ايه جرينا وكشفنا عليه بس الحمد لله كان احسن الحمد لله طلع كان احسن بس كنا خلاص كنا داخلين قيصريه على فكره في اللحظه عشان النبض طبعا ما قدامي في حاجات بنتظر طيب عايز تقول ايه في حاجه عايزه تقوليها شكرا جدا يا دكتور لا والله ما اقصدش والله لا والله بجد انا بحب اشكر حضرتك جدا عشان حضرتك ساعدتيني جدا كنت معايا لحظه بلحظه في العمليه بجد شكرا جزاك الله كل خير الف مليون الحمد لله على السلامه هنصور زين بس في المقلوب كده انا اللي هنا الحمد لله سلامتك يا زيزو جالنا زيزو القمر وتحبوا ناخد صوره مع بعض ماشي انا فرحانه بيكي لاقصى درجه لاني انا ما قدرتش ان انا اولد طبيعي للاسف كان يعني الحمد لله كان قيصري يعني اول واحد كان قيصري وطبعا انت عارفه اول واحد بقى عشان ما كنتش فاهمه انا فرحت جدا ان هي قدرت ان هي تفهم من الاول لان ده بيفرق طبعا. لكن انا في الاول ما كنت اول واحده فما كنتش فاهمه حاجه واللي حواليا ما حدش شجعني وفهمني فاضطريت ان انا اخش قيصري طبعا كله خايف لما الدكتور اللي معاكي بيخوفك من حاجه انت بتتوتري انت بصيرتك كلها اصلا فيه طبعا المتابعه طبعا. فانت اول ما بيقول لك حاجه خلاص اعمل اللي انت عايزه طبعا فاهمه خلاص بقى مش هضيع تعب التسع شهور انا عندي مجهود اتعمل عندك البيبي كسري بقى طبيعي مش مهم اعمل اللي انت عايزه بس طلعوني بسلامه طلعوا لي بالسلامه صح. يعني انا كان في ولادتي الاولى كان الحل الوحيد اللي هي قالت لي يا اما نجيب الشفاط وطبعا قعدت تقول لي بقى الشفاط ممكن يبهدل البيبي وممكن يحصل له ويحصل ممكن طبعا وخوفتني جدا فقلت لها لا خلاص كويسري انت بتحطيني قدام اختيار صعب يعني يمكن كان فعلا يمكن وارد انه كان فعلا كان حقيقي بس يعني حاولت في المره الثانيه يبقى طبيعي بس سبحان الله برضو ربنا ما قدرش نزل عليا نزيف وما فكان الموضوع مختلف برضو. لا الف الحمد لله على السلامه يبقى ما كانش هينفع معانا الطبيعي وبعد الشر يمكن لو كنا ولدنا طبيعي كنا بعد الشر دخلنا في حاجه ثانيه فعلا خير طالما هم حاولوا طالما ادونا فرصه محاولات حضرتك برضو وكفايه ان انت حضرتك واقفه معانا بجد والترتيب الخطوات حاجه كويسه بجد ممتازه يا عم شكرا والله يا ربنا يبارك والله ترتيب الخطوات ممتازه الله يخليكم نورتونا وشرفتونا والف مليون والله الحمد لله على السلامه وبصي انتي وخلود انا بفكر خلود اهيت انتي وخلود والله العظيم من الحالات وزوج خلود برضو وزوج مدام نهى بصراحه كل يعني من الناس المحترمه
والاهل برضو ما شفتوش برضو اهل برضو جابوا حمزه جاب برضو بقول يا ديزو برضو هم كلهم نفس فالله اكبر الناس اللي هي الواحد روحهم جميله روحهم يعني سبحان الله ربنا يا ربي يرزقهم بره وينبتوا نبتا صالحا يا رب وتشوفوا معاه كل حاجه حلوه وتشوفوا زي يوسف وياسين اللي قاعدين بره دول طالعين اهي ماما والله يا دكتور انت اللي عسوله ومريحه جدا الله ماما وحمايتي كل الناس اللي كانوا معايا انا مشكور في حضرتك جدا يعني بس مش حضرتك خمس دقايق لما دخلتي معايا في المدير وطلعتي ودخلتي تاني لا انت بتخافي حموتي تحسي كانه قريب مني وصوتها هادي وفاهمه اللي هي بتهديكي ماما كنت متوتره هي بتهديكي صوتها بس كده بيهديكي بتاعك كتير بجد اهو النبي يا رب ولكن بيرسوا زياده الله الله الدعوات دي في الدنيا ألف مليون حاضر على السلامة يا باشمهندسين ونشوفكم يا رب في البيبي الجاي إن شاء الله كمان 9 شهور إن شاء الله إن شاء الله أوي إنت شطاب بتبان منك عالي يعني